اتطلقت. ولك مين هي اللي اتطلقت؟ اللي ما تسمى زهرة. زهرة، ما انا قلت لك يا حاج، فاكر لما جيت لي قلت لي انك عايز تتجوزها؟ ساعتها قلت لك بلاش يا حاج بلاش، دي بنت بيتها واطيه ومعندهاش اصل. طب ايه رايك بقى يا حاج ان في الحته عندهم بيقول ان البنت دي كانت بتسرق الادويه من المستشفى اللي هي شغاله فيها وبتبيعها؟ حتى بالاماره الصيدلي اللي فاتح قدام بيتهم مره وهي بتبيع له الادويه كان حيلبسها قضيه. انا ابتدي الحكي بس ما سمع مني. هو كان بيسمع كلام حد، يا ما قلنا له نازل عليها صرف فلوس ومجوهرات زي ما يكون ما فيش حد في الدنيا غيرنا. والله انا ماني شايفه فيها ريحه جمال، ما بعرف شو اللي كان عاجبه فيها. اكيد اكيد بكره هتروح تتجوز واحد تاني ويتمتعوا مع بعض بالخير اللي لهفته منك. لا مش فرجه باليسر بقى اللي تعمل معاه كده. انا عمر ما واحده قدرت تلعب بيا حتى لو كان قلبي مش يحتف عليها. انا خايف عشان الحاج ينتقم مني. امال انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه يا عتبه؟ انا خايف اكتر منك، هينتقم مني انا ويطردني من شغلي. يا اخي هو مين ده اللي هينتقم منك ويطردك؟ هو في ايه ولا في ايه؟ ده ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك له، ده مقصوص 15 سنه سجن، يعني يوم ما يطلع منهم يمكن يكون مات. عشان كده يا زهره انا عايزاكي تنسي كل اللي كان بينك وبينه، ما تفكريش غير في مصلحتك بس. فكر في مصلحتي بس ازاي يا امي؟ باين عليك انت اللي نسيتي، نسيتي ان في ولد بيني وبينه. ما هو الولد ده هو البور القوه يعني، وبعدين معاك الولد اللي هيقش. ده هي دي الحاجه اللي مخوفاني، طول عمره بيحلم بالولد ده، مش هيسيبوه لي بسهوله ابدا. يا اختي ده عنده 6 بنات، هو ناقص علل؟ اهو الـ6 بنات دول كوم، وابني انا بقى كوم تاني. ده زمانه دلوقتي هيتجنن عشان ياخد مني الواد. ولا يقدر يعمل حاجه، لان الولد ده هيبقى في سن الاحتضان في حضنك انت، محدش يقدر يجي جنبه، وعبال ما يطلع حليني بعد 15 سنه يكون ربنا افتكره زي بنت عمه وحدومه قالت. على العموم خلاص انا مش هممني الفلوس، انا الحمد لله خدت نصيبي انا وابني. طبعا طبعا رستقت نفسك، انما انا دلوقتي عايز اقوم الحق اول غطا بلاعه مفتوح واغطس فيها قبل ما تقفلوها. يا مصيبتي بس بقى، احنا هنرجع للريحه دي تاني ولا ايه؟ ما تخافش يا خليل هشغلك معايا. وبنفس المعايير؟ مش هنقصها يا خليل. طب ما تزوديها شويه عشان